تمييز شيئا ما، كالتمييز لانها انتم عارفين ان ليله نجوم الشاشه في الدوره الخامسه ديالها الحمد لله، وحنا مازال غادي لان كل عام كنقول صافي هذا هو عام الاخر، لانني كنت كنتمنى ان يكون معنا التلفزيون ويكون معنا وزاره الثقافه ويكون معنا وزاره الاتصال، وان هذه البادره اللي تنديروا انها تولي عندها تولي مؤسسه وياخذوها ناس اخرين ونسحب من هنا ونبقى كعضو من الاعضاء، ما نبقى شيء غير بوحدو، تكبر وتشمل فنانين كثار، ماشي غير يبقى واحد ولا جوج اللي كيستافدوا او ولا ثلاثه، وانما يوليو الفنانه ديال المغاربه كلهم، وعلاش ما يكونوش الفنانه العرب كلهم، ويكون لان المغرب بلد الكرم وبلد الخير. خصنا بغينا نشكرو بزاف سي سعيد، وكون عندنا في المغرب شي 100 منه راه ما عمر يكون عندنا الفقر. حنا بخير، لا هذه حنا قلنا 100 حيت هو بوحدو كيجري، وداك الشيء علاش الناس دابا هو كيعيط على الناس، وانا في بالي كيخسر من جيبو، وعلى داك الشيء مني حنا مني عيط لينا مجانا، حنا ندوزو مجانا، وكاين لا بالنسبه باش نعاونو حنا موجودين. انا اللي كنشكركم، لان ماشي هذه اول مره اللي كتشاركوا فيها بالمجان، وماشي هذه اول مره اللي كتجيو تساندوا فيها الفنان المغربي، وماشي اول مره كترحبوا بالفنان الا كنتوا في حفل اولا في عرس. ملي كندخلوا كنحسوا براسنا اننا سلاطين، اننا كتكبروا بينا كاملين، لا انت لا الحاج لا الاخوان ديالك كلهم، لا الاخ الله يرحمه حتى هو، العائله ديالكم كلها. وانا تنشكركم باسم الفنان اللي غيتكرموا هذا على الحضور ديالكم وعلى قبولكم للدعوه وعلى التضحيه اللي غتضحيوا، لان المجيء ديالكم عنده قيمه كبيره، وماشي اول مره كتعاونوا ماديا ومعنويا، فشكرا لكم. وهذه المره راه ان شاء الله غادي تكون على حنا الاختيار ديالكم في الدوره الخامسه، وإذا تيختار داك الشيء مزيان عاد نعيطوا على الخاطر، فغادي يكونوا الرياضه ان شاء الله، وغادي يكون معنا بتي عمر اللي غنديروا له التكريم، وغادي يكونوا فنانين قدام حتى هما يكونوا حاضرين، الناس اللي نتوما عرفتوهم اللي كبر منكم وكبر منا جميعا وصغر منا، وغادي يكون واحد الخليط ما بين الفنان والرياضيين اللي غيكون جميل جدا ان شاء الله. للدعم ما عندنا حتى شي دعم، عندنا الدعم ديال زوال بحال هاد الناس، عندي الدعم ديال البرانسا، وعندنا الدعم ديال رجال الاعمال والناس اللي كيشريو كيتعبوا كيتعبوا. ودابا بغينا شي دعيوه من عند الحاج، الحاج كيدعي معايا شي دعوات زوينين. الله يسلمك امي، الله يخليك ديما، الله يخليك ليا، الله يبارك فيك. الحاج كلمه انت الاخرى لما ستعرفوا معنا تقريبا 34 عام ونحن نعرفوا. كنشكروا السعيد وكنشكروا الجميع اللي كيساهم بعيد وقريب وكل شيء. شكرا. حاجة ما عندوش مع الهضرة بزاف. أنا عرفت الله. لا تعرف الأصوات اللي كاين. وهو البركة. كان ضمن الناس اللي كانوا تيفرجوا الجمهور، جماهير كبيرة. يعني تسجيل المدرجات مركب محمد الخامس ولا الملاعب ديال المغرب كلها هو باش يتفرجوا في هذه اللمسات. واللمسات السحرية. ديال اللاعبين تقدموا الفرجه. نحن مقبلين على تنظيم واحد التظاهره شيقه، ونحن غادي من ذلك جمعيه الرياضه وصدق تصرف من الفعاليات الوطنيه، وسي سعيد الناصري يعني مجموعه ديالو اللي عاودتنا وهذه على تنظيم سهرات من النوع الرفيع. وهذه النسخة الخامسة غتكون إن شاء الله ديال ما يسمى ب ليلة نجوم الشاشة. ف يعني تم اتفاق ما بيني باعتباري رئيس ديال جمعية ديال الرسالة سعيد الناصري أنه هذه النسخة الخامسة وضعت الشعار ديال من أجل الذاكرة الرياضية المغربية. فشيء جميل للغاية، وغادي عن طريق الحديقة غادي نسترجعوا الذاكره الرياضيه المغربيه، وغادي يكون تكريم ديال واحد القدماء اللاعبين المغربيين على وهو سي عمر، ولكن المقصود الاهم من كل هذا هو انه الهدف المتوقع ان شاء الله من هذا الشهر هو انه غادي يتم تسليم مفاتيح شقه لاحد اللاعبين الدوليين اللي ما عقدوش الكره لأنه في حالة مرضية. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.